بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم أمس السباق 19 لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس النادي الملكي للغولف وكأس الواهو، وذلك على مضمار سباق النادي بالرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي الفروسية وسباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم الكابتن وليد العلوي رئيس مجلس إدارة النادي الملكي للغولف كأس النادي الملكي للغولف إلى المضمر الفائز جابر رمضان، فيما قدم السيد يوسف بوحجي المدير التنفيذي لشؤون العمليات بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس الواهو إلى مساعد المضمر الفائز نوح الموالي.